شرفك انت. ميت ايه ده؟ عمل معمول لي، امشي هاتي لي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بنت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا معاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاحي. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بنت، هات يا بنت. فينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بنت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن من كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولد. ايه ولا انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زوره. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا وائل؟ اسالي نوال. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده ويا عالم، يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بنت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترزي عودي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش واكل انت، اللي ياكل على نفسه يتعب. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين هيشغلها وانا بره؟ في يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف، انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقوقنا. خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه روح خدك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفتي ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحارس الله. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه، سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ ما الشارع واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل. يا حمار استنى عليا انا هوريك. انت نازل ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنبك. بابا مش عاجبك العربيه يا شباب. بابا ما كترش في كلامك، افتحي بس انت، ما تغلطش فيه. خليك بعيد، ما كترش في الكلام، خليك بعيد عشان الجاكيت ما تتكرمش. الناس بتضرب بابا. وريني رخصك يا بابا. تتطحن انا اتهرسني حد ماشي. ايه انت بتدي لك على تيمور؟ تيمور 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 تيمور. لا كان معاه واحد قصير بس تعرف راح فين.
الوصاني اتفضل. كعبي يبقى بابا. بابا انت تجنون يا لا. للأسف. اخذوه يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ مش سافره. بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سافره بره مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ اه عامله ايه معاك يا لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل. ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما ايش ايش يا ماما جايالك يا نوال؟ ايش 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 بره 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 بره. عايزه ايه؟ مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده والله. ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه حبشي. بيني وبينك بابا بابا احنا هنخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي. بشاندي بشاندي ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش. سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله يا بنت. منور يا عم. الله يخليك. انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. دول اشطب من العين يا عم. احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر. مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل. ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار. اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تتكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال. جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا قاعه علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟
لا يجوز يا هاني. انا قلت والله انه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني، انت داخل على جواز محتاج ترم عظمك. اللحمه حلوه قوي بابا، مش بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه. ايه ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حته. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطمن وانا اطمن. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم، اعظم قصدي كبارات البلد، بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراح فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت هتكسفني. والله انت ما اكلت. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. أوعى. اتفضل. ما تقدرش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ الهزار الماسخ بتاعكم ده رئيسكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بكره نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره، وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحياه اماني وسمر وناني، وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه؟ بس اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك؟ في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام يا بنتي ده.